الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله يكون عندنا النهارده حلقه مميزه، ويكون كمان ضيفي في الجزء الاخير كابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق، اللي انا دايما يعني بكون معجب بارائه التحليليه، وهيكون لنا كلام ايضا عن مباراه الاهلي وصن داونز امبارح وصعود النادي الاهلي الى المباراه قبل النهائيه. في البدايه بنبارك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي ومجلس الاداره وكل منظومة النادي الأهلي. زي ما احنا كلمنا وقلنا وراهنا، كان صعود النادي الأهلي كان من المباراة اللي كانت في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جمهور النادي الأهلي اللي كان مال استاد القاهرة اللي كان ليه مفعول السحر. زي ما قلت لحضراتكم، دايما لما بنراهن على جمهور النادي الأهلي دايما بيكون رهاننا مظبوط. علشان كده صعود النادي الأهلي كانت البداية من هنا، من استاد القاهرة. أحب أوجه الشكر للاعبي النادي الأهلي. عايز مخرجنا مجدي يعرض لي الصورة اللي كانت موجودة في برج العرب السنة اللي فاتت، والصورة دي كانت من 11 شهر لما النادي الأهلي فاز زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. الصورة دي كانت بالظبط من حوالي 11 شهر، كان المباراة الثانية في استاد برج العرب، مباراة الأهلي صن داونز. النادي الأهلي فاز فيها 1-0 بعد ما اتغلبنا هناك بنتيجة 5. اللي واقف في الدايرة أو متجمع حوالين اللعيبة كان كابتن الفريق حسام عاشور. كل اللعيبة هي اللي موجودة السنة دي، ياسر إبراهيم، الشناوي، مروان محسن، علي معلول، كل شريف إكرامي، رامي ربيعة، كل الناس اللي شاركت وكانت موجودة في مباراة امبارح النادي الأهلي تعادل فيها، وأيضا كان في المباراة الأولى اللي كانت في استاد القاهرة اللي فاز فيها النادي الأهلي 2-0. جمهور النادي الاهلي ساند اللعيبه برغم انك انت خسران وخرجت من البطوله، لكن هو ده معدن جمهور النادي الاهلي. زي ما احنا بنقول على الحلوه وعلى المره، وقف وفضل يساند فريقه حوالي 11 شهر. زي ما قلت لحضراتكم اللقطه دي من 11 شهر، لعيبه النادي الاهلي عهدت جمهورها وقالوا ان شاء الله هنرد اعتبارنا، اعتبار اللعيبه اولا لان النادي الاهلي كبير جدا مليان بالبطولات. التاريخ لما يتذكر هيتذكر اللعيبه دي، هيتذكر الجيل ده. فعلشان كده انا بشكر اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي واحد واحد كانوا عند قدر المسؤوليه، تحملوا المسؤوليه. تركيزهم الشديد من اول البطوله الافريقيه كان فيها محطات صعبه، مباراه الهلال هناك في السودان كانت مباراه صعبه، كانوا موجودين وظهروا في الميعاد وتحملوا المسؤوليه. ايضا ماتشين صن داونز كانوا برضو في الميعاد وتحملوا المسؤولية. علشان كده أنا بوجه الشكر للاعبي النادي الأهلي اللي كانوا عن قدر المسؤولية. أيضا ريني فايلر ما شاء الله اللي دايما أو مع كل مباراة بيكتسب خبرات أكبر وأكبر، بنشوفه مع كل مباراة أفريقية خاصة المباريات اللي خارج مصر، بيلعب بالتشكيل المناسب، بيلعب بالطريقة المناسبة، بيوظف اللعيبة بطريقة مناسبة، وشفناه امبارح في مباراة صن داونز ما شاء الله أدار المباراة بكفاءة عالية جدا. وبالمناسبة كان النادي الأهلي كمان ممكن يحقق فوز امبارح كبير على صن داونز في ملعبه. الإيجابيات الكبيرة اللي ظهرت كمان في مباراة الأهلي وصن داونز برغم إن احنا صعدنا، لكن دكة البدلاء والناس اللي خارج بره ال 18. امبارح لقطة حلوة جدا لما تشوف أول المهنئين لريني فايلر أحمد الشيخ اللي بره ال 18، اللي بره قايمة تشكيل النادي الأهلي، وهو نازل بسرعة علشان يحتفل مع الجهاز الفني ومع اللعيبة. لما النادي الأهلي بيحرز هدف امبارح ونلاقي الجهاز الفني كله بيحضن بعض وكله بيسلم على بعض وكلهم بيحتفلوا، لما نشوف وليد سليمان وهو أحد كبات النادي الأهلي ما بيشاركش في المباراة فرحته وبعد المباراة بيروح يحتفل مع الجمهور، هي دي الروح، هو ده النادي الأهلي، هي دي سر البطولات اللي على مدار التاريخ دايما النادي الأهلي بيحققها، روح الجماعية. في النادي الأهلي مفيش نجم، دايما النجم هو النادي الأهلي، وإن شاء الله لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني قادرين على إنهم إن شاء الله يحققوا البطولة ويسعدوا كل جمهور النادي الأهلي.
النهارده او امبارح كان في عيد ميلاد طبعا يعني اتنين من نجوم النادي الاهلي ومن الجهاز الفني، الكابتن سامي قمصان، محمد مجدي قفشه. من هنا برنامج الاشبال بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كان النادي الاهلي النهارده يعني قبل السفر كمان والذهاب للمطار، يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ عمل حفله كده او تورته للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، يعني اللي بنقول لهم من هنا كل سنه وانتم طيبين. وكان لينا تقرير كمان يعني اختصوا بيه برنامج الاشبال من جنوب افريقيا، نشوف كلام مجدي قفشه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل الشكر للكابتن اسامه حسني، كل التحيه والشكر لكل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معنا احد نجوم النادي الاهلي النهارده بيحتفل بعيد ميلاده، كابتن محمد مجدي قفشه. مبروك التاهل للمباراه النصف النهائي ومبروك النهارده عيد ميلاد. كل سنه وانت طيب. حبيبي انت طيب والحمد لله طبعا على الصعود، ده اهم حاجه. وطبعا مبسوط جدا بالاحتفال اللي اللعيبه لسه عملوه لي ده والكباتن، فالحمد لله يعني. كابتن اسامه بيقول لك كل سنه طيب. كل الاشبال ورسائل عايزين نقولها لكل الاشبال وكل الناشئ بيتابع قناه النادي الاهلي وبرنامج الكابتن اسامه حسني. كابتن اسامه ربنا يخليك طبعا وهو طيب. طبعا الاشبال كلها ربنا يكرمهم، وبقول لهم ان هم في نعمه وهم في نادي كبير. اتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى من كل لعيب يعمل اللي عليه عشان يطلع يلعب في الدرجه الاولى. كل واحد بيلعب في النادي الاهلي لازم يمسك في الفرصه، ولازم يبقى مبسوط اللي هو في حته زي كده، هو في نعمه ومش هيحس بيها غير لو سابها. فاتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى لهم ان هم كلهم يبقوا لعيبه رجاله وربنا يكرمهم ويطلعوا يلعبوا في الفريق الاول. ان شاء الله نشوف لعيبه كتير الفتره اللي جايه باذن الله. قفشه واحد من اللعيبه اللي عارف قيمه النسر ده، عارف قيمه النادي الاهلي، ودايما في كلامك بتقول انا حققت اكبر حلم في احلام حياتي ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي. طبعا بص الحمد لله رب العالمين. طبعا بص انك تلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، وده كان حلم من زمان جدا والحمد لله حققته، وافضل كل مره اقول الكلام ده لاي حد يلعب في النادي الاهلي يتمنى ان هو يبقى موجود بس جوه النادي. وانا نعمه، وانا دلوقتي في نعمه، فهفضل ماسك فيها بايدي بسنان ان شاء الله لان ابقى موجود مدى الحياه في النادي الاهلي ان شاء الله. عايز ارجع باول بداياتك مع الكوره، بدايتك كانت في نادي انبي ولا كان في مرحله قبل انبي؟ لا كنت بلعب في مراكز الشباب عندنا في البلد، وبعد كده رحت بيبسي قعدت اسبوعين، وبعد كده رحت انبي. الكابتن عماشه خدني وداني انبي، وكانت بدايتي في انبي يعني. بعد كده رحت بقى الرجاء 6 شهور اعاره وانا عندي 17 سنه، رجعت انبي لعبت تاني، بعد كده رحت بيراميدز، وجيت بقى السنه دي الحمد لله على الاهلي. في مرحله الناشئين بتبقى في مواقف صعبه، يعني ممكن يعني ممكن توقف طريق او مسيره لعب كوره، هل انت عانيت من حاجه زي دي في بدايه امرك في الكوره، ولا يعني الامور كانت ماشيه الحمد لله؟ الحمد لله كانت الامور ماشيه كويسه، بالاخص الواحد كان من ناشئين النادي والناس كانت بتحبه، والواحد كان مميز في الناشئين، فعشان كده الحمد لله يعني الدنيا كانت ماشيه كويس الحمد لله. فكل حاجه في انبي كانت كويسه الحمد لله. نادي انبي يعني ليه فضل عليا، هو اللي رباني 11 سنه. فاكر اول مكافاه حصلت عليها وانت في الناشئين كانت ايه؟ طبعا كانت 5000 جنيه بس اول مرتب كان 120 جنيه. كنا ساعتها رحنا بقى في منتخب القاهره لعبنا بطوله وخدنا مركز ثالث، فالبطوله ساعتها خدنا الفلوس دي يعني. كلمه تقولها لكل ناشئين النادي الاهلي وكل ناشئين مصر؟ اتمنى لكل ناشئين مصر التوفيق، واتمنى لكل ناشئين الاهلي اللي هم يبقوا لعيبه رجاله والنعمه اللي هم فيها اللي هم في نادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف لعيبه كتير عندنا في الفريق الاول، ونتمنى ان شاء الله ان في لعيبه كتير كويسه كمان في الاهلي. انا اتفرجت على ماتشات الناشئين على قناه الاهلي، في لعيبه كتير كويسه، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، بس اهم حاجه يحس بالنعمه اللي هو فيها ويمسك في الفرصه لما تجيله، لان الفرصه ما بتجيش كتير، وزاد عندنا في النادي الاهلي انت عارف في لعيبه كبيره كتير وفي لعيبه كويسه كتير، فلما تبقى صغير وتكمل وتطلع الفريق الاول وتلتزم دي حاجه كويسه، وتطلع تلتزم وتنضبط دي اهم حاجه. كلمه كبيره انا بختم بيها، وانت بتقول عندنا واحد من ولاد النادي، بتتكلم بنطاق ان انا عندنا خلاص اللي بيدخل جوه النادي الاهلي خلاص بيتربى بيتصبغ بصبغه النادي الاهلي. بص اصل انا يعني انا لسه بقالي 6 شهور، لكن انا اعرف اللعيبه كلها واللعيبه كلها اخواتي، فبصراحه ما حسيتش في يوم من الايام ان انا مثلا جاي لسه جديد او جاي لسه هشوف اللعيبه، حتى المدربين يعني اللي انا ما كنتش اعرفهم وعلاقتي بيهم قويه، لا علاقتي دلوقتي كويسه وفيها احترام وفيها ود وفي التزام، بس بحدود، كل واحد ليه مكانه وكل واحد ليه اسمه، وانا بعرف حدودي كويس، فبعرف اتعامل مع كل واحد يعني بقيمته، يعني كل واحد بطبيعته كل واحد بشخصيته، ما بزودش على حد، فاهم؟ فالحمد لله طبعا، فالحمد لله يعني الحمد لله. شكرا يا كابتن، وكل سنه وانت طيب يعني، ومزيد من الاعوام في تالق ونجاح باذن الله. احلى عيد ميلاد في حياتي والله حبيبي، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. شكرا حبيبي قلبي، ربنا يخليك.
كابتن اسامه، ده كان لقاءنا محمد مجدي قفشه امبارح بالامس عقب لقاء الاهلي وصن داونز. مستر ريني فايلر قال بلدي مصر واتكلم بروح الانتماء. النهارده قفشه بيقول عندنا في النادي الاهلي هي دي روح الانتماء اللي دايما بنتربى عليها في النادي الاهلي، وهي دي الرساله اللي لازم توصل لكل ناشئ، الانتماء ثم الانتماء ثم معرفه اسم وقيمه كيان النادي الاهلي. اتفضل كابتن اسامه، اليك الكلمه مره اخرى. بنشكر زميلنا فاروق صلاح على هذا اللقاء مع محمد مجدي قفشه اللي وجه رسائل مهمه جدا 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 لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كل ما بيتكلم بيقول عندنا في النادي الاهلي. محمد مجدي قفشه بقاله شهور في النادي الاهلي، ما عادش سنين او خرج من قطاع الناشئين، لكن بيتكلم عندنا كان النادي الاهلي بيته، وهو فعلا من اول لحظه انضم فيها في النادي الاهلي، وتحس ان محمد مجدي قفشه يعني روح الفانيلا الحمراء جواه، دخل جوه الفرقه بسرعه، ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، بالرغم انه ما شاركش امبارح، لكن تحس انه واحد الفرحه كانه شارك في اللقاء وكان اساسي بالظبط، هي دي روح الجماعه اللي احنا بنتكلم عنها. رسائل مهمه جدا لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي من محمد مجدي قفشه، لما بيقول لهم كل واحد فيكم بيلعب في نادي كبير، انت في نعمه، مش هتحس بالنعمه دي غير لما بتسيبها. كل واحد لازم يشتغل، كل واحد لازم يعني يدي أقصى حاجة عنده علشان تكون دايماً موجود في النادي الأهلي. أكيد دي رسائل مهمة من نجم كبير، يعني واحد زي محمد مجدي قفشة ما شاء الله يعني شارك مع النادي الأهلي من أول ما جه بيحرز أهداف، كمان انضم لمنتخب مصر، وكمان تكون السنة دي إن شاء الله فتحت خير عليه كمان من خلال البطولة الأفريقية اللي فيه لعيبة في النادي الأهلي لسه ما حققتهاش. يعني لازم يكون البطولة الأفريقية هدف للعيبة اللي انضمت للنادي الأهلي أو جديدة ولسه، زي حسين الشحات، زي ياسر إبراهيم، زي متولي، زي محمد مجدي قفشة، يعني مش عايز أنسى حد من اللعيبة، زي أحمد الشيخ، كل لعيب من اللعيبة دي، زي مصطفى شوبير كمان اللي احنا يعني كنا يعني بنسنده وبندعمه، واحد من الناشئين اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وكان موجود أيضا في هذه المباراة مع من ضمن الحراس الثلاثة للنادي الأهلي. فالنادي الأهلي يعني رسالة مجدي قفشة كل واحد يشتغل وكل واحد يتعب واعرف انك انت في نادي كبير وعليك مسؤولية، والفرصة لما تيجي لازم تكون جاهز، دي مهمة جدا. يعني ولادنا في قطاع الناشئين اكيد الفرصة هتاخدها، اكيد هتجيلك فرصة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، ممكن تكون في تمرينة، ممكن تكون في مباراة، ممكن تكون في مباراة رسمية أو ودية، لازم تكون أهم حاجة مستعد كويس. وزي ما احنا شايفين دي لقطات الجهاز الفني كله طبعا، وكل اللعيبه ديانج وباجي اللي بقاله ايام ودخل كانه لعيب قديم في النادي الاهلي بقاله سنين، كابتن سامي قمصان ايضا يعني برضو اللي بنقول له كل سنه طيب، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، يانكون مدرب حراس المرمى ما شاء الله اللي عامل كمان شغل رائع مع محمد الشناوي، وفرحته كمان بعد احراز النادي الاهلي الاهداف. الروح دي والجماعيه دي ما بتجيش من فراغ، هي دي روح الفانيلا الحمراء، وهو ده دايما النادي الاهلي على مدار السنين، اي لعيب بيدخل بتلاقيه دخل بسرعه داخل فريق النادي الاهلي، علشان كده بقول لحضراتكم هي دي الجماعيه في النادي الاهلي. لكن رسالتي بقى انا لعيبه النادي الاهلي، كل ما بتقرب على السبق او على نهايه المشوار لازم يبقى فيه تركيز اكبر، لازم يبقى فيه تعب اكتر، لازم يكون فيه اخلاص خارج الملعب قبل داخل الملعب. إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية متبقي حوالي 50 يوم 51 يوم على مباراة الوداد اللي هتكون في الدور قبل النهائي. اللعيبة محتاج تركز، محتاج تحافظ على نفسك، محتاج دايما يبقى عندك الهدف بتاعك رسمه كل يوم عندك هي مباراة الوداد في الدور قبل النهائي. أكيد عندنا الفترة اللي جاية مباريات في الدوري مهمة، إن شاء الله هنقفل الملف الأفريقي ونركز في بطولة الدوري اللي لسه إحنا كنادي أهلي ما حسمناهاش، نحسمها لما يكون إن شاء الله عدد النقاط أكبر للنادي الأهلي. وكل التوفيق إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية للجهاز الفني ولاعيبي النادي الأهلي ومجلس الإدارة وأيضا لجمهور النادي الأهلي اللي هو سر دايما انتصارات النادي الأهلي. نروح لفاصل وبعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم مرة تانية. رجعت تحية بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي بس النادي الأهلي في جنوب أفريقيا بدأوا يعني الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى القاهرة، دلوقتي بيتجهوا للمطار. معانا دلوقتي لقطات حصرية عندنا هنا البرنامج الأشبال
يعني واستعداد بعثه النادي الاهلي والجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب ايضا رئيس البعثه زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني مع حضراتكم، يعني سياده السفير ايضا شريف عيسى يعني اللي كان قام بدور كبير جدا، وكل السفاره في جنوب افريقيا السفاره المصريه طبعا، وبنوجه الشكر للاستاذ او سياده السفير شريف عيسى، وزي ما احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب وكل لاعبي النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب اللي كان ليه دور مهم جدا، ان رغم الظروف الالام اللي عنده في ظهره لكن تحمل في وقت صعب جدا، كان مرافق لفريق النادي الاهلي في مباراه الهلال السوداني، وايضا في مباراه مهمه جدا مباراه سان داونز، دوره كان نفسي ومعنوي كبير جدا، خاصه بعد مباراه السنه اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم. وهحكي لحضراتكم موقف تاني يعني بالنسبه لنا، واحنا كنا موجودين كلاعبين للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه في 2005، رحنا البطوله دي وللاسف ما كناش حققنا فيها مركز في كاس العالم للانديه، وكان اول مره نشارك فيها او اول مره نكون موجودين في كاس العالم للانديه. اخذنا المركز الاخير بعد المباراه وبعد البطوله الكابتن محمود الخطيب، عشان ابين لحضراتكم يعني المسؤوليه والثقه الكبيره جدا اللي بيديها للاعيبه، اجتمع بينا وقال لنا ان شاء الله السنه اللي جايه نكسب بطولة أفريقيا ونرجع تاني مرة أخرى لليابان ونغير الصورة اللي احنا تركناها هنا بالنسبة للمنظمين وأيضا للجماهير هنا في اليابان. وكان السنة اللي فاز اللي بعدها أخدنا بطولة أفريقيا 2006 ورحنا كأس العالم للأندية وأخدنا المركز الثالث. زي ما بقول لحضراتكم بليه دور مهم جدا الكابتن محمود خطيب في رئاسة بعثة النادي الأهلي والثقة اللي بيديها للاعبي النادي الأهلي، زي ما احنا شايفين كمان الكابتن وليد سليمان وكل لاعبي النادي الاهلي نتمنى لهم ان شاء الله يعني بالسلامه ويعودوا الى مصر مره اخرى كده سالمين، بعد ما فرحونا ان شاء الله يكون في افراح كتيره لجماهير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ده كان راينا او كلامنا عن مباراه الاهلي وسان داونز. هيكون بعد قليل معايا مداخله مهمه جدا، مداخله من نجم كبير، نجم منتخب مصر السابق وايضا النادي الاهلي، حصل على بطولات افريقيه كتير، كان ليه دور مهم جدا مع النادي الاهلي في بطولات افريقيا، كان دايما بيلقبوه بالصخره، كان دايما يعني وهو كابتن من كباتن الفريق زي ما بقول لحضراتكم كان ليه دور مهم جدا خاصه في المباريات اللي خارج مصر. وهنتكلم معاه عن الفتره اللي جايه والاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ايه الدور المطلوب منهم خلال الفتره اللي جايه، خاصه في 51 يوم وقت كبير علشان تقدر تستعد لمباراة الوداد، لكن خلال الفترة اللي جاية عندك مباريات أيضا مهمة لا تقل أهمية، أنت لسه بطولة الدوري النادي الأهلي قطع فيها خطوات كبيرة. معانا على التليفون ولا لسه يا شباب؟ طيب الفترة اللي جاية في مباريات دوري مهمة جدا، هتكون مباريات استعداد جيدة للناس اللي شاركت قليل أو الناس اللي ما شاركتش بقالها فترة، فرصة جيدة انك تبدأ تجهز اللعيبة، اللعيبة اللي لعبت كتير خلال الفترة اللي فاتت فرصة برضو انك تريح اللعيبة. بالنسبة لنا احنا واحنا بنقدم برنامج الاشبال اتمنى او نفسي في حاجة، نفسي عندنا ناشئين كويسين خلال الفترة اللي جاية يتم الدفع بناشئ من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يعني عندنا عمار حمدي وعندنا محمد عبد المنعم طلعوا اعارة، لكن عندنا قطاع الناشئين برضو عندنا محمد فخري، عندنا صالح نصر، عندنا مصطفى شوبير، عندنا يعني مش عايز انسى في شادي رضوان، في لعيبه كويسه جدا في قطاع الناشئين. اتمنى ريني فايلر يعني يبقى في اختيار لناشئ او اتنين يتم الدفع بيهم خلال الفتره اللي جايه، اكتساب خبرات اكتر خلال التدريبات او خلال المباريات الوديه، ويتم اشراكه في المباريات الدوري الرسميه. ده مهم جدا علشان نقدر بقى خلال الفترة اللي جاية يبقى فيها أريحية أكتر للنادي الأهلي، تبدأ تتم الدفع بناشئ ياخد الثقة ياخد خبرات وسط المجموعة الموجودة. طيب قبل ما ناخد طيب نروح لأول فقرات برنامج الأشبال ونشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها بشباب النادي الأهلي اللي منذ ساعات قليلة فاز او انتهى لقاء النادي الاهلي شباب النادي الاهلي بفوز على اسوان بثنائيه في دوري الجمهوريه. المباراه كانت مقامه في استاد اسوان، بدا النادي الاهلي تشكيله في حراسه المرمى احمد طارق، في خط الدفاع فارس طارق، عادل زينهم، ابراهيم السيد، مصطفى الياس، في خط الوسط عبد الرحمن اشرف مانو، محمد فخري ومحمد شكري وصالح نصر، وفي خط الهجوم فهد جمعه ومصطفى فوز. الشوط الثاني كابتن عمرو اجرى تبديل واحد بس، هو اللاعب احمد السيد
بدلا من فهد جمعه. ثنائيه النادي الاهلي عن طريق فهد جمعه في الدقيقه 7 وصالح نصر، بنقول له الحمد لله على السلامه، احرز الهدف الثاني في الدقيقه 19. دي زي ما احنا شايفين معانا من مطار اسوان صوره جماعيه لفريق النادي الاهلي مع الدكتور مجدي يعقوب. يعني صوره كلها فخر وكلها عظمه لما لعيبه النادي الاهلي تكون موجوده مع رمز كبير الدكتور مجدي يعقوب. فدي صوره يعني هم كافراد وكشباب يعتزوا بيها، ودي كانت صور يعني او صوره جماعيه لفريق النادي الاهلي عند عودته من اسوان بعد انتهاء لقاء الاهلي مع اسوان وفوز النادي الاهلي في اسوان. يرجعوا ان شاء الله بالسلامه، الطياره بتاعت شباب النادي الاهلي يعني ان شاء الله تقلع من مطار اسوان في 8 مساء. بهذا الفوز شباب النادي الاهلي يتصدر دوري الجمهوريه بعد ما رفع رصيده الى 65 نقطه جمعها من الفوز في 20 مباراه والتعادل في 5 مباريات وهزيمتين، مسجلا 65 هدف بينما تلقت شباكه 18 هدف. 18 هدف. بنبارك لفريق شباب النادي الاهلي والكابتن عمرو انور اللي عاملين نتائج ما شاء الله ومستويات رائعه بالرغم من الاعارات اللي تمت في شهر يناير زي ما قلت لحضراتكم، عمار حمدي ومحمد عبد المنعم. فكل التوفيق للعيبه الموجوده في شباب النادي الاهلي. نروح لتليفون مهم جدا، واحد من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وكان صخره في الدفاع، الكابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل. ايوه سام، مساء الخير، ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ ازيك صحتك؟ تمام، تحياتي ليك والف مبروك على فوز او صعود النادي الاهلي المباراه قبل النهائيه في بطوله افريقيا. ربنا يخليك يا اسامه، ومبروك لينا كلنا ومبروك للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يعني الفرحه السنه دي تكتمل بالفوز بالبطوله دايبه عننا بقى لها 7 سنين يا اسامه، وده رقم كبير على الو كابتن وائل. ربنا يخليك يا اسامه، ومبروك لينا كلنا ومبروك للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يعني الفرحه السنه دي تكتمل بالفوز بالبطوله دايبه عننا بقى لها 7 سنين يا اسامه، وده رقم كبير على كابتن وائل. شفت المباراه ازاي امبارح؟ ربنا يخليك يا اسامه، ومبروك لينا كلنا ومبروك للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يعني الفرحه السنه دي تكتمل بالفوز بالبطوله دايبه عننا بقى لها 7 سنين يا اسامه، وده رقم كبير على في مشكله في الاتصال، هنرجع مره ثانيه ونعود الاتصال بالكابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه ايضا يعني من الناس اللي لعبوا كتير في افريقيا، عنده خبرات كبيره جدا، كان يعني محقق 6 بطولات دوري ابطال افريقيا، رقم كبير جدا، وكمان مع منتخب مصر، فاكيد رايه هيكون مهم جدا. شاف المباراه ازاي امبارح وايضا رؤيته خلال الفتره اللي جايه ورسالته كمان للعيبه النادي الاهلي، خاصه زي ما قلت لحضراتكم متبقى حوالي 50 يوم، فوقت طويل، ازاي عمليه التدوير في لعيب النادي الاهلي علشان عمليه الاجهاد وعمليه الاصابات. جاهز معانا اول جمعه ولا لسه شباب؟ طيب نروح لنتائج الجوله 27 في دوري الجمهوريه اللي انتهت منذ قليل. فوز الجيش على الاتحاد 1-0، فوز حرس الحدود على سموحه 2-1، الاسماعيلي على اف سي مصر 1-0، الاهلي على اسوان 2-1، المصري على دجله 4-3، تعادل الزمالك وانبي 1-1، المقاولين تعادل المقاولين مع الانتاج 1-1، وطنطا يفوز على المقصه 1-0. نروح ايضا بقى لفريق النادي الاهلي مواليد 2002 ونستكمل مع حضراتكم الاخبار الناشئين في الصحف والمواقع. فريق 2002 يتعادل مع المقاولين العرب في دوري القطاعات، سجل الاهلي اللاعب احمد سيد غريب هدفين في الدقيقه 32 والدقيقه 49. ايضا نتائج الجوله الثانيه لدوري قطاعات الناشئين 2002، تعادل الاهلي مع المقاولين 2-2، مصر التامين مع جمهوريه شبين 1-1، فوز النجوم على الزمالك 2-1، وشباب المعادي على مصر الجديدة 1-0. نروح لنتائج الجولة 27 لدوري الجمهورية مواليد 2003. أصفرت الجولات عن فوز إنبي على الزمالك 1-0، مصر المقاصة على طنطا 1-0، المقاولين العرب على الإنتاج الحربي 3-1، بيراميدز على الجونة 2-1، طلاع الجيش على الاتحاد السكندري 2-0، تعادل حرس الحدود مع سموحة التعادل السلبي 0-0، حصل الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة على راحة في هذه الجولة. نروح لأهلي 2004، كابتن ياسر عين المدير الفني، كابتن عبد الله فاروق المدرب العام.
نجح في تحقيق الفوز على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعت بينهما في يوم الخميس الماضي بالأسكندرية. سجل للنادي الأهلي اللاعب رأفت خليل بدأ التسجيل، وعلي أيمن الهدف الثاني، وخالد السيد الهدف الثالث. بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 44 نقطة جمعهم من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات والهزيمة مرتين، مسجلا 51 هدف مقابل 16 هدف في مرماه. بذلك يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول 2004. نتائج الجولة 21 لدوري الجمهورية ناشئين مواليد 2004: فوز الأهلي على السموحة 3-1، إنبي على بيراميدز 2-1، طنطا على الجونة 1-0، الإسماعيلي على إنتاج الحربي 5-0، تعادل حرس الحدود مع المقاولين العرب 1-1، والزمالك مع وادي دجلة التعادل السلبي 0-0، وحصل مصر مقصة على راحة في هذه الجولة. ترتيب المسابقة: النادي الأهلي في الصدارة برصيد 44 نقطة، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، ثم الزمالك ثالثا برصيد 36 نقطة، المقاولين العرب رابعا برصيد 35 نقطة. نادي إنبي متبقي لمباراة، النادي الأهلي لعب 20 مباراة، النادي الأهلي لعب 20 مباراة. إنبي لعب 19 مباراة، النادي الأهلي في الصدارة ب 44 نقطة وإنبي ب 39 نقطة. النادي الأهلي خلاص متبقي على الدوري ماتشين، النادي الأهلي لو كسب الماتشين خد الدوري رسمي ويكون فرق عن إنبي. كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي وفريق 2004 بالنادي الأهلي. نروح ل 2005، 2005 برضو اللي بحقق العلامة الكاملة. تعادل بس في آخر جولة أمام طلاع الجيش، لكن كل المباريات فاز بيها وبحقق رقم كبير. فريق 2005 مع كابتن أحمد سمير بيبو تعادل مع طلاع الجيش في ملعبه 1-1، افتتح لطلاع الجيش التسجيل أولا في الدقيقة 12، ونجح لاعب النادي الأهلي أحمد فكري في تسجيل هدف التعادل الأهلي في الدقيقة 44. نقول برضو لحضراتكم 2005 بعد ما انتهى التصفيات الأولية، النادي الأهلي صعد من مجموعة النادي الأهلي، النادي الأهلي وطلاع الجيش ومولين العرب، المجموعة الثانية دجلة وإنبي والداخلية. هتبقى في دورة بعد كده في التصفيات. كل التوفيق إن شاء الله للاعبي النادي الأهلي 2005، علشان خلاص يعني إحنا في الخطوات الأخيرة أو المسافة الأخيرة في بطولة 2005، فكل التوفيق ليهم إن شاء الله يقدروا يوصلوا سلسلة الانتصارات بتاعتهم. أيضا كان الكابتن أحمد سمير برضو ليه يعني تصريح مهم جدا بعد انتهاء المباريات، قال نحن تأهلنا عن جدارة واستحقاق لمرحلة التصفيات النهائية في بطولة منطقة القاهرة، واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. التحدي الأكبر هيكون إن شاء الله في الدورة القادمة، في اللي هتجمع الأهلي وطلائع الجيش ومن العرب من المجموعة الأولى، وفريق إنبي ووادي دجلة والداخلية من المجموعة الثانية. كل التوفيق للكابتن أحمد سمير والجهاز الفني. أهلي 2006 بيهزم الأميرية بهدف في سوبر البراعم، جاء الهدف عن طريق اللاعب حسام عادل في الدقيقة 20. وأيضا 2006 بيحقق العلامة الكاملة 45 نقطة من 15 مباراة بالعلامة الكاملة. نروح نتعرف بقى على نتائج فرق الأهلي في مهرجان سوبر البراعم. فريق 2008 تعادل مع الداخلية 1-1 على ملعب الأهلي مدينة نصر، سجل الأهلي شلبي يوسف. تعادل فريق 2007 مع إنبي سلبيا. فاز فريق 2010 على المعادي واليخت 5-0، سجل الخماسية ياسين تامر 3 أهداف، وفتح الله عماد ومحمد شريف هدف لكل منهما. نروح بعد كده بقى نشوف طيب عندنا لقطة، اللقطة دي يعني مارادونا ظهر في الدوري المصري. دي كانت مباراة بين نادي سيراميكا كليوباترا ونادي مصر للتأمين، ونادي مصر للتأمين. يا ريت نعيد اللقطة ونشوفها تاني. يعني مارادونا ظهر في الدوري المصري في بطولة 99 المنطقة، ده لاعب مصر للتأمين بيحرز هدف بإيده على طريقة مارادونا في كأس العالم 86. شايفين الهدف وشايفين حكم المباراة واقف فين؟ تاني، عيدوها تاني. يعني لاعب مصر للتأمين، وكانت اللقطة دي يعني أثارت جدل كبير جدا، وطبعا واعتراض كبير من مسؤولين في سيراميكا كليوباترا. معانا دلوقتي على التليفون العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، وعايز اسمع رايه. تحياتي ليك الاول يا استاذ العميد. اهلا بك يا كابتن اسامه، واسمح لي الاول ابارك لك وابارك لجماهير النادي الاهلي على صعود النادي الاهلي للسيمي فاينال
وابارك جميع مصر ونادي الزمالك برضه بصعودها برضه، والحمد لله دايما كده الكره المصريه في خير يعني ان شاء الله. ايه رايك في مارادونا الجديد اللي ظهر في مباراه سيراميكا كليوباترا ومصر التامين؟ والله خليني اقول لك برضه ان احنا عندنا ثلاث فرق في قطاع ناشئين نادي سيراميكا كليوباترا بيلعبوا بطوله القطاعات السنه دي 99 و2001 و2003 كويس، وبفضل الله الثلاث فرق متصدرين البطوله. تمام. قصه اللقطه دي هي ان احنا لعبنا ماتشين ودخل الماتش الثالث، لعبنا الترسانه في اول ماتش كسبناهم 4-0 وبعد كده لعبنا شباب حلوان كسبناهم 2-0 لان احنا بنلعب على الصعود، لان السنه دي اتحاد الكره مشكورا عمل البطوله هي المؤهله لبطوله الجمهوريه للموسم القادم. تمام. فاحنا مركزين فيها جدا. الماتش ماشي 1-0 لينا متبقي 6 دقائق وحضرتك شفت اللقطه ديت طبعا اللعيب المهاجم مصر التامين لعب الكره بايده فانا الحكم استنى لحظه، انا تخيلت ان هو هيحسب ضربه حره غير مباشره ويدي الراجل انذار فجيت انه بيحسب ضربه الجزاء بيحسب الهدف جريت بسرعه يا كابتن الكره للجون واحنا معانا ميديا ومعانا محلل اداء كويس على ورقه حضرتك على طول على اللابتوب بالسلو موشن وعملنا زوم ان وعملت لها كلوز وعملت لها كل حاجه قلت له حضرتك بس قبل ما تاخد القرار شوف الكوره وبعد كده خد القرار اللي انت عايزه. ممكن تقدموا احتجاج يا كابتن شامل لاتحاد الكوره او لجنه المسؤوله عن مسابقه 99؟ والله انا كابتن اسامه بلغت مستر معتز البطاوي مشرف عام على الكوره وقلت له بعت له اللقطه وقلت له ده حصل معانا كذا كذا كذا، فقال لي طب انا هتصرف اداره النادي بقى يعني مش برضه من فلسفتنا ان احنا بنعدي الحكام او بنقدم تظلم، قد يكون الحكم موفق او يكون الحكم مش موفق، بس الغريب ان مفيش حد عامل له كفرنج في الكوره او حد عامل له يعني عدم رؤيه، الكوره واضحه جدا 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 فعلا. وحضرتك لو شفت الكوره من اولها في وقت بكره ابعتها لحضرتك، اصلا الفاول اللي اتلعب في الكوره هي الكوره كانت لمسه يد اللاين مان بيصور لمسه يد علينا وهي اصلا لمسه يد الاصل الكوره بقى من اولها اللي اتلعب. لا هي واضحه طبعا، هي واضحه احنا بنعدها دلوقتي وهي معانا واضحه، وحتى زاويه يعني الحكم او رؤيه الحكم واضحه جدا، ما فيش اعاقه بالنسبه للرؤيه واضحه تماما. هي كمان ده بعد المباراه ما خلصت قلت له يا كابتن الكوره الماتش خلص بس الكوره قلت له والله العظيم بايده وهوريها لحضرتك، فبرضه تعنت قلت له طب انا بيني وبينك الشاشه لما شفت قال لي انا حسبت اللي انا شفته قلت له يا كابتن طيب انا النهارده كسبت، انا النهارده بلعب على بطوله واداره النادي الكافي بتحاسبني على النتائج لان احنا نادي بنصرف فعلا سيراميكا بيصرف كتير وعنده قطاع ناشئين قوي وعنده قاعده كويسه، والسنه دي كمان يعني بنسبه كبيره ان شاء الله ممكن نشوف سيراميكا كليوباترا فير اول كمان في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسامه باذن الله عندنا بكره ماتش صعب مع النادي الترسانه، فرقه محترمه جدا، ربنا يا رب يكلم اخواتنا بالنجاح باذن الله ونصعد ان شاء الله. انا برضو خليني اقول لك في الاخر هو برضو الحكم زيه بشر زيه زي المدرب زي اللعيب، ممكن يوفق وممكن لا، انا مش عارف هل دي فيها تعنت منه، هل فيها ده هو شافها ما حسبهاش، انا الحقيقه مش قادر احكم على ده. طيب انا يعني بشكرك يا كابتن شامل، ويعني في سبل او طرق ثانيه ممكن تقدم احتجاج او التماس لجنه المسابقات، خاصه ما شاء الله يعني حضرتك بتقول انكم دايما بتصوروا المباريات بتاعتكم، وان شاء الله ممكن يكون في استجابه، خاصه ان احنا في قاعده الناشئين زي ما احنا بنتكلم عايزين نطلع ناشئين وعايزين نطلع اداريين عايزين نطلع مديرين فنيين، برضو عايزين نهتم بقاعدة الحكام علشان يكون عندنا حكام مميزين. شكرا جزيلا للعميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، كل التوفيق لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا. نروح بقى نشوف جدول ترتيب بعض المسابقات زي ما عودناكم كل أسبوع دايما بنشوف ترتيب الفرق عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهنبتديها مع جدول ترتيب مواليد 99. الأهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في الصدارة لعب 26 مباراة قبل مباراة اليوم اللي كانت موجودة النهاردة مع نادي أسوان، يعني الجدول ده قبل مباراة اليوم فاز النادي الأهلي في 19 مباراة، تعادل في 5، هزيمة في ماتشين، ل 63 هدف وعليه 19 هدف. النادي الأهلي في الصدارة برصيد 62 نقطة، الإسماعيلي في المركز
الثاني، فارق 7 نقاط بين الاهلي والاسماعيلي، انبي في المركز الثالث، طلائع الجيش المركز الرابع، بيراميدز في المركز الخامس، وسموحه في السادس، اف سي مصر، اسوان، الزمالك في المركز التاسع، حرس الحدود، مصر المقصه، المقاولين العرب، وادي دجله، الانتاج الحربي، المصري، الجونه، الاتحاد السكندري، وطنطا في المركز الاخير. دوري الشباب بالظبط زي الدوري الممتاز، حتى نفس الفرق، نفس قوه الفرق الموجوده في الدوري الممتاز. ما شاء الله النادي الاهلي برغم ان فريق شباب النادي الاهلي عندنا الاعمار 99 و2000 و2001 ده قوام الفريق، لكن برضو يعني بيتصدر هذه المسابقه وبيقدموا مستويات رائعه. وزي ما بقول لحضراتكم خلاص يعني في الامطار الاخيره متبقي حوالي 7 مباريات، فمحتاجين تركيز اكتر علشان نقدر نحسم هذه البطوله بدري بدري. نروح بقى لجدول 2004 مع الكابتن ياسر ريان، المتبقي ليهم ماتشين، لو كسبوهم اللي جايين على الدوري ياخدوا بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2004، وبطوله قويه جدا. النادي الاهلي في الصداره لعب 20 مباراه، فاز في 13، تعادل في 5، هزيمه في ماتشين، ليه 54 هدف وعليه 19 هدف. النقاط، النادي الاهلي عنده 44 نقطه. انبي لعب 19 مباراه في المركز الثاني 39 نقطه، لو فاز في هذه المباراه هيبقى الفرق يبقى 42، هيبقى الفرق نقطتين، وبرده النادي الاهلي يعني ما زال في الصداره. الزمالك في المركز الثالث، المقاولين العرب في المركز الرابع، حرس الحدود في المركز الخامس، الانتاج الحربي السادس، مصر مقصه، بيراميدز، اسماعيلي، طنطا، وادي دجله، سموحه، والجونه في المركز الاخير. برده متبقي امطار اخيره او ماتشين، اللعيبه والجهاز الفني محتاجين نركز اكتر، يبقى فيه اخلاص اكتر علشان يقدر ان شاء الله 2004 اللي عندنا فيهم مواهب كبيره في هذا الفريق يقدروا يحسموا هذه البطوله. نروح لبطوله 2005. 2005 ما شاء الله برضو بيقدم مستويات رائعه مع الكابتن احمد سمير بيبو. 2005 في الصداره لعب 20 مباراه، فاز في 19، تعادل في مباراة وحيدة كانت هي المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش في ملعبه، مفيش ولا هزيمة في خلال العشرين مباراة، 88 هدف، وده رقم كبير جدا يبين أن 2005 بيلعب كرة هجومية وعندنا مواهب بتستطيع إحراز الأهداف. دخل مرمى النادي الأهلي برضو 3 أهداف بس، يبقى عندك دفاع قوي، أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم هو فريق 2005 اللي عنده 58 نقطة. المقاولين العرب في المركز الثاني، الجيش في المركز الثالث، اتصالات في المركز الرابع، نصر، الزهور، الماظة، التجمع، مايو، حلوان، الاميريه. في المجموعه دي النادي الاهلي والمقاولين العرب والجيش هم اللي صعدوا. المجموعه الثانيه انبي ووادي دجله والداخليه، هتبقى بقى موجوده التصفيات النهائيه. كل التوفيق لفريق 2005 ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وزي ما هم معودينا دايما بالمكسب ان شاء الله يعني يواصلوا في عمليه الانتصارات ايضا في التصفيات النهائيه. نروح دلوقتي نشوف بقى ملخص مباراه الاهلي والنصر مواليد 2005 اللي فاز فيها النادي الاهلي بثلاثيه.
كان ملخص فوز النادي الأهلي مواليد 2005 بثلاثية على النصر. أيضا نروح نشوف جهاز الفني قالوا إيه بعد هذا اللقاء. الحمد لله لعبنا 19 مباراه بفضل الله، خدنا 19 مباراه وعندنا مباراه مع الجيش. الحمد لله احنا الاول عن المقاولين بفارق 9 بونت وعن الجيش بفارق 8 بونت، يعني الجيش المركز الثاني فارق 8 بونت والمقاولين فارق 9 بونت. الحمد لله على كل شيء، الولاد كويسين النهارده، بس طبعا انا عندي اصابات كتير جدا، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل عندي خمس لعيبه مصابين من التيم الاساسي، ولكن يعني انت عارف النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، لعيبه كويسه كلها بتلعب وبتادي، ولكن ان شاء الله اهم حاجه عندي بس ان شاء الله التصفيه النهائيه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. يمكن خلاص الدوري الدور الاولاني والثاني دول خلصوا، خدنا اللي هي البطوله المجمعه الاولى، احنا خدنا المركز الاول، في بقى اللي هي التصفيه الاخيره اللي هي تصفيه السوبر بقى المجموعه الثانيه ان شاء الله بمشيئه الرحمن هتتعمل اللي هي التصفيه الاخيره. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اللعيبه ترجع بالسلامه. يمكن انا عندي سيف الطيب من افضل المهاجمين في مصر، عنده كسر في ايده، مركب سلك وشرايح والحمد لله على كل شيء. جه امبارح بوستانجي برضو، ده مساك المنتخب ومساك كويس جدا ما شاء الله عليه تبارك الله، ربنا يحميه. صبعه برضو حصل فيه تفتيت. يوسف جمال الباك رايد عنده اصابه رخمه شويه، يمكن النهارده برضو محمد محمود طلع مصاب. فبنتمنى ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يعني ان يسترها معانا الفتره الجايه في الاصابات شويه، عشان الفتره الجايه مهمه الجايه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على الفوز، بنشكر ربنا ان ربنا كرمنا بالفوز ده، وده الفوز 19 على التوالي. الحمد لله حارس المرمى مع اللعيبه ده مجهود سنه، وان شاء الله باذن الله بنقعد كابتن فتحي وكابتن هشام وكابتن اكرامي ان نحاول نحقق بطوله باذن الله تضاف لبطولات النادي باذن الله بالتوفيق من عند الله، ومجهود اللعيبه والجهاز ومع كابتن احمد سمير وكابتن اينو وباقي الجهاز الطبي والاداري الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. احنا بالنسبه لحراس المرمى انا بقعد مع كابتن اكرامي دوما بنتكلم على المستويات، بنحاول نحافظ على المستوى الفني اللي بيوصل ليه حارس المرمى، وبنحاول نحفظه بكل طريقه اي فريق بيلعبه، وبيكون في التمركزات والكور العرضيه، وكل المباريات لها شكلها وطبعها الخاص. دي كانت لقاءات مع الجهاز الفني لفريق 2005 وبعد الفوز على النصر بثلاثية. أيضا كان لينا لقاءات مع لاعبي فريق 2005 بعد انتهاء المباراة اللي فازوا فيها على النصر بثلاثية. الحمد لله كان الماتش صعب في اول الشوط، بس الحمد لله سهلناه على نفسنا في اخر يعني الشوط الثاني سهلناه على نفسنا، واحنا كنا رجاله الحمد لله وعملنا اداء حلو. قلنا ما تشدوش نفسكم، العبوا براحتكم، العبوا متعوا نفسكم، وفي الاخر باذن الله هنكسب. كابتن احمد سمير شغال معانا من اول الموسم، اللي احنا هنلعب لاخر دقيقه، والحمد لله الشوط الاول سجلنا هدف ونزلنا الشوط الثاني بفضل كابتن احمد التغييرات نزلت اضافت، والحمد لله كسبنا 3 وان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله نتمنى البطوله ونفضل على كده كل الفوز، وان شاء الله ما نتعادلش ولا نخسر ان شاء الله ولا في هزيمه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الاول نشكر الكابتن احمد سمير والجهاز الفني على المجهود اللي عاملينه معانا السنه دي. احنا الحمد لله كسبنا 19 ماتش ورا بعض وماشيين اول، وفضل تغييرات الكابتن يعني الحمد لله كنا كسبانين 1-0، نزلنا في الشوط الثاني كسبنا 3 والحمد لله. يعني الحمد لله نشكر ربنا اول حاجه وكابتن احمد سمير من اول موسم لاخر موسم ان شاء الله بطولة. يعني اهم التعليمات بقى اللي كان كابتن احمد بيقولها لكم، خاصه ان في اخر المباراه فريق النصر لعب 2 مهاجمين. لا كابتن يعني على طول لله ما تشدوش نفسكم والعبوا براحتكم ومتعوا نفسكم والمكسب هيجي ان شاء الله. نشكر ربنا الاول، بعد كده ثم كابتن احمد سمير والجهاز الفني كله تعبانين معانا من اول السنه لحد النهارده، ماتش 19 ماتش ورا بعض الحمد لله، ومفيش ماتش صعب ان شاء الله. رايح بكره وبعد وعندنا ماتش الجمعه مع الجيش وفرق 9 بونت، بس دي التصفيه الاولى، لكن في تصفيه ثانيه بقى لاعب ام بي وكده بيكون متوشه جامده،
واللي هيكسب تم ماتش الدور يبقى هو ان شاء الله الاول هياخد البطوله ان شاء الله. الحمد لله وبنشكر كابتن احمد سمير، وبعدين هو اول حاجه وكل حاجه هو اللي بيقول لنا متعنا نفسكم والعبوا، والتكتيك بتاعه برده اللي مريحنا كتير، وبعدين احنا في سننا الحمد لله 19 ماتش ب 19 فوز بسكور عالي، يعني احنا 86 جول وداخل فينا جولين، يعني اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع، فدي حاجه كبيره لينا، يعتبر ما فيش غيرنا احنا 2001 اللي عملناه في النادي. فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، والكابتن والقطاع والجهاز الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله البطوله بتاعتنا بفضل الله. احنا كنا الشوط الاول كان اداء مش كويس قوي بفضل كابتن احمد سمير وكابتن معتز ايه، انه الشوط الثاني عملنا تغييرات اضافت للفرقه، كسبنا 3-0 وده الماتش 19 لنا نكسبه، وهدفنا ان احنا نكسب الدوري بدون هزيمه والعلامه الكامله ان شاء الله. يعني الحمد لله كسبنا النهارده النصر 3-0، كسبنا الماتش الشوط الاول 1-0، وبعدين الشوط الثاني كسبنا 3، وده بفضل التغييرات اللي الكابتن احمد سمير عملها، وانا بنشكر الكابتن احمد سمير والكابتن اينو وكل كل الجهاز الفني اللي اتاح لنا يعني الفرصه ان احنا ننزل ونضيف للنادي الاهلي كتير. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق. تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهاردة في برنامج الأشبال، اللي دايما بتعجبني أراءه وليه رؤية فنية كبيرة، وهو كمان أيضا من المدربين الواعدين الصاعدين، كابتن أحمد سامي نجم الأهلي السابق. وحشنا كابتن حبيبي. حبيبي وأنا مبسوط إن أنا أول مرة أطلع معك. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. قول لي بقى، يعني دايما ليك آراء ثاقبة كده وليك رؤية مختلفة، مباراة الأهلي امبارح وصن داونز شفتها إزاي؟ انا اكلمك الاول على مباراه يعني الاهلي وصن داونز، يعني كانت التوقعات التركيز بتاع الاهلي كان كبير جدا خارج الملعب قبل الملعب، يعني قبل احداث الملعب. يعني حته برضو الانضباط في المعسكر، يعني ايه انضباط في المعسكر؟ كل المعسكرات منضبطه بس طبعا مجلس الاداره كله طبعا راسهم كابتن محمود الخطيب يبقى موجود في المعسكر برضو، ومسافر قبلها بخمس ايام، يعني انت خدت بالاسباب في كل حاجه قبل الماتش عشان تخليك توصل. ماتش صعب جدا، خلي بالك فرقه صن داونز فرق من الفرق الصعبه جدا، لعيب الكوره كلها بيلعبوا كوره على الارض، بس بانوا ان هم قلات الحيله قدام الاهلي في الماتش. يمكن هو غير الطريقه فايلر، وانا ما كنتش يعني كل الطرق تؤدي ان انت ممكن تعمل، يعني ما فيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه او طريقه هجوميه، توظيف اللاعبين هي توظيف اللعيبه هي المهمه، بس هو كان مكتر في نص الملعب، وكنا احنا متخوفين شويه من حته التغييره دي، خصوصا ان كان السنه اللي فاتت مع صن داونز اتغير الطريقه برضو قبل الماتش. مظبوط. فكنا متخوفين. السنه اللي فاتت احمد فتحي كان السوليه وارتجت برضه حسام عاشور يعني كان الثلاثه برضه في نص الملعب، فكنا متخوفين قبل الماتش، بس الحمد لله يعني ربنا. كنت متخوف كمان من بدايه الماتش انت هيبقى هم اصلا فرقه ما بتعرفش تدافع، بيلعبوا بشكل هجومي بحت، بيلعبوا كره نظيفه زي ما بيقولوا، بيلعبوا دايما اوبن جيم، وكنت انا حته جيرالدو يبقى موجود واجاييه والشحات من بدايه الماتش كنت انا بحبزها يعني عايز الشحات بالظبط على اساس السرعات والمرتدات، على اساس الطبيعي ان هم كانوا يضغطوا. بس انا حته اصرار اللعيبه والقتال في الملعب واللياقه البدنيه لغايه الاخر ده حاجه كويسه، ودي تحسب ان انت رحت قبل الماتش بكتير، خلي بالك عشان النفس. اللعيبه كانت عايزه تغير الصوره بالظبط السيئه بتاعت السنه اللي فاتت، وكانوا خارجين من صن داونز ودهت الكتف في تاريخ كل واحد، كان عندهم الحافز ان هم عايزين يغيروا الصوره دي بالظبط. والاهلي اصلا كل ارقامه مع فرق جنوب افريقيا هو متفوق عليهم، يمكن هي اكسبشن اللي حصل الماتش السنه اللي فاتت، النتيجه لو كانت كل اغلبيه اللعيبه ما كانتش في حالتها خالص، تحس ان اللعيبه مش موجوده اوف دي بس طبعا على النقيض الماتش بتاع امبارح ده ماتش مهم جدا، وخلي بالك الماتش ده ووصولك هيساعدك تعمل حاجات كتير. اولا انت عندك راحه في الدوري كويس، عندك راحه في الدوري كبيره جدا، يعتبر يقرب حوالي 51 يوم عندك محسوم، لا الدوري محسوم يعني البطوله محسومه. لا ما خلينا بس ايه، انا بكلمك يعني بمنتهى الامانه انا وجهه نظري يعني الشخصيه يعني بلاش انت، انا وجهه نظري الشخصيه الدوري محسوم يعني عدد نقاط وكل حاجه، ما هو الدوري محسوم، عندك بطوله افريقيا وكاس مصر انت اللي بتشغل، عندك بطوله افريقيا هتساعدك بقى حته
حسم الدوري هتساعدك انت تبقى تركيزك عالي للماتشات للماتش اللي جاي خصوصا كمان ان الاهلي عنده ميزه عن كل فرق الدوري ومش عشان انا في قناه الاهلي انت عارفني انا صريح لو في حاجه سلبيه عشان كده بقول لك دايما ليك اراء مختلفه شويه عندك اكتر فرقه عندها لعيبه جاهزه يعني انت ما تخش قائمه الاهلي اي لعيب يلعب في اي وقت كويس ما عندوش مشكله غير فرق كتير جدا في الدوري تعتمد على 11 تعتمد على 12 لعيب فانت عندك قصه مختلفه كمان ان انت في ماتشات الدوري الجاي هتقدر تعمل الروتيشن اللي انت عايزه يعني مع لعيبه متوقع ان فايلر هيبدا يدخل عناصر جديده خلال المباريات القادمه طبعا استفاد بيها الفترات الجايه فانت عندك بطولتين بطوله اتحسمت الدوري من وجهه نظر الشخصيه مهما اي حد يقول وبطوله افريقيا المهمه جدا بالنسبه لجمهور الاهلي ومجلس اداره ولاعيبه لان بقى لها كتير غايبه طيب وانت بتتكلم عن جمهور الاهلي والبطوله الغايبه والمهمه للنادي الاهلي دور جمهور النادي الاهلي في المباراه الاولى ما انت النهارده لما تحسب الماتشين مباراه صن داونز هنا ومباراه الثانيه انت حطيت الخطوه الاولى كانت هنا وكان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في استاد القاهره عايزك تكلمني عن دور جمهور النادي خاصه انت هتقبل بقى مباراه الوداد والمباراه الثانيه هتكون على ملعبك برضو وسط جمهورك وهتكون كمان في تاكيدات خلاص ان المباراه هتكون في استاد القاهره ايضا لا جمهور الاهلي ده مهم جدا يبقى الماتش الجاي يا ريت يبقى في استاد القاهره انا سامع ان ممكن ممكن لا بس يا ريت يبقى في استاد القاهره لا يعني خلاص يعني هيكون موجود ان شاء الله في استاد القاهره ان شاء الله وطبعا جمهور الاهلي هو ده الطاقه الايجابيه للعيبه اللعيب لو عنده 80% او 80% جمهور الاهلي بيخليه 150% ومهما انت كنت مدرب شاطر ومهما كنت بتشتغل تكتيك وبتشتغل تحركات من غير الحماس والاصرار اللي الجمهور بيصدره للعيبه كل شغلك هيبقى ناقص تمام واحنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وصن داونز معانا برضو واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين منتخب مصر وصخره في الدفاع الكابتن وائل جمعه تحياتي ليك يا كابتن وائل وتحياتي الكابتن احمد سامي نجم الاهلي السابق ليك مساء الخير يا كابتن اسامه معلش انا بعتذر ان الخط قطع والله وكلامي لكابتن احمد ومبروك للاهلي المباراه اللي فاتت طبعا وان شاء الله نفرح بالبطوله في النهايه زي ما باذن الله مع بعض ان شاء الله شفت المباراه امبارح ازاي وخاصه كمان استعداد النادي الاهلي ليها والذهاب الى جنوب افريقيا قبلها باسبوع وتهيئه الاجواء كلها لعيبه النادي الاهلي شفت الاجواء ازاي والمباراه ازاي امبارح يا كابتن وائل والله يا صمد الحمد لله يعني الـ 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 عارف اللي بيتعلم من الدروس الماضي بيبقى يعني شخص شاطر طبعا كويس وده اللي حصل النادي الاهلي خد القرار صح بسفر الفريق بعد مباراه الذهاب مباشره يعني كان نوع من الاستعداد لتجنب الاخطاء اللي الفريق وقع فيها الموسم الماضي بوجود الرطوبه طبعا نتيجه ارتفاع جنوب افريقيا عن سطح البحر والحراره العاليه والتعود على توقيت المباراه اللي كانت الساعه 3 طبعا انت عارف في مصر بنلعب بعد المغرب دايما جو اللعيبه انت عارف الاختلاف ده بيعمل مشكله عند اللعيبه بعض الشيء شويه بيبقى في خمول عند اللعيبه فكويس ان الفريق استعد كويس جدا ودي كانت خطوه ممتازه انما كان المميز بالنسبه لي واكثر شيء ساعد النادي الاهلي في العبور المباراه دي وجود الجمهور وكان حافز كبير جدا للمدرب تحديدا كمان تمام قلت في التحليل بتاع المباراه طبعا جمهور الاهلي عرف الراجل ده يعني ايه قيمه النادي الاهلي وقيمه الجمهور اللي وراه لانه ما شافش خلال الفتره اللي فاتت تمام ومن اول انضمامه للاهلي ما شافش حماس ورغبه وحب جمهور النادي الاهلي للنادي الاهلي على الطبيعه في الملعب مظبوط كان هو بيسمع ويشوف من الشارع انما الموقف ده كان مؤثر جدا طبعا والراجل تفاعله في المباراه على خط الملعب كان واضح جدا التاثر والتركيز والشغف اللي جاله لما شاف المنظر ده طيب عايز وانت احد يعني نجوم النادي الاهلي في خط الدفاع وما شاء الله تاريخ كبير في الحته دي شايف دفاع النادي الاهلي ازاي بقى الخط الخلفي ياسر ابراهيم متولي رامي ربيعه ايمن اشرف خط الدفاع شافه ازاي يا كابتن وائل خاصه ما شاء الله يعني بيقدموا مستويات رائعه كمان بص هو اجمالا يا اسامه قوتنا الحمد لله في جماعيه الفرق تمام وده مساعد دفاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا النادي الاهلي اتحسن على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي خلال الموسم ده من بدايته مع الراجل يا اسامه لان كان عندك مشاكل فنيه في الفرقه
كان عندك مراكز فيها مشكله. اهمها كان وسط الملعب المدافع طبعا نتيجه ابتعاد حسام عاشور الفتره اللي فاتت عن المشاركه والاصابه اللي جت لحمدي فتحي، ثم النقطه المهمه جدا وهي مشاركه ديانج في نص الملعب. مظبوط. لاعب اللي اضاف كتير للنادي الاهلي واضاف كتير للمركز ده في وسط الملعب، والمركز ده مع عمرو السوليه والاداء اللي بيقدموه الاثنين ساعد الدفاع انه يظهر بشكل كويس، مع النقطه الابرز كمان الموسم ده وهي تالق الشناوي يا اسامه. صراحه من النقاط المهمه جدا ان احنا بقى عندنا حارس مرمى ممتاز، كان حتى الشناوي عنده اخطاء في الفتره اللي هي بعد كاس العالم مباشره، كان في اخطاء كتير بتحصل منه بعد التالق اللي ظهر بيه في كاس العالم 2018، خد فتره شويه على ما يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه حاليا، انما ده من النقاط الايجابيه. انما قوه الاهلي في جماعيته انسجامه وجماعيته صراحه مساعده الفرقه ومساعده خط الدفاع، بس ده ما يخليناش ننكر ان الدور اللي بقدمه احمد فتحي وياسر ابراهيم صراحه، وياسر كمان تحديدا ياسر فتحي طبعا ياسر بصراحه مكسب كبير لينا وعرف شخصيه النادي الاهلي وعرف المطلوب من المركز ده بشكل ممتاز، مع محمود متولي، مع رامي اللي انا اتمنى ان رامي عنده امكانيات كبيره جدا اسامه، انا اعرف رامي كويس جدا وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى المهاري والبدني كمان رامي بدنيا دلوقتي افضل من قبل طبعا كتابة. طبعا في مشاركه اكتر دلوقتي طبعا لسه محتاج يظهر بشكله الحقيقي، واعتقد ان رامي كمان لو ظهر بالشكل الحقيقي بتاعه والاداء اللي كان بيه بادئ بيه مع النادي الاهلي هيبقى اضافه قويه جدا، وما اعتقدش ان شاء الله حد يهدد مرمى النادي الاهلي في المباريات اللي جايه ان شاء الله. تمام كابتن وائل، اخيرا رسالتك بقى للجهاز الفني خاصة ان متبقي ما يقرب من 51 يوم لمباراة قبل النهاية امام الوداد، وكمان رسالتك للاعبي النادي الاهلي خلال الفترة القادمة دي خاصة انها فترة كبيرة، يعني 51 يوم هتبقى فيها مباريات في الدوري ومباريات الكاس للابتعاد عن البطولة الافريقية، رسالتك للجهاز الفني وايضا للاعبي النادي الاهلي. يعني احنا دايما زي ما بنعترف بالمركز الاول، بس شوف احنا في خلال ثلاث سنين وصلنا نهائي دوري ابطال افريقيا مرتين. تمام. ومع ذلك احنا بنلوم لاعبتنا وبنلوم الجهاز الفني بتاعنا وبنلوم لان انت بتبحث عن المركز الاول بس وعن النجاح. مظبوط. المدرب دلوقتي بقى له يعني فتره طويله مع الفريق وعرف النادي الاهلي كويس. وخلال الفتره اللي جايه عنده دلوقتي ارتياح جدول الترتيب، يقدر يعمل التدوير اللي هو عايزه في خلال مباريات الدوري ويوصل اللعيبه لمباراة الوداد بالشكل المناسب والشكل الأنسب من الناحية البدنية والناحية الفنية ويحفظ اللاعبين أكثر بعض الأمور، أنا لسه في بعض الأمور يعني مش واضحة وأتمنى النادي الأهلي يهتم بيها زي الكرات الثابتة وأسامة، إحنا لغاية دلوقتي ما بنستفدش بيها تماما سواء الدفاعية أو الهجومية. دي نقطة يعني إحنا مش مستفيدين بيها كنا متميزين فيها قبل كده، مع إن الفرقة دلوقتي فيها لعيبة ممتازة ولعيبة إمكانياتها الفنية عالية. الركنيات عندنا أطوال في الفريق نقدر نستفيد منها برضو، دي من الحاجات اللي محتاجين في الفترة اللي جاية نشتغل عليها، لأن الحاجات اللي زي كده بتحسم المباريات اللي هي في مرحلة الدور قبل النهائي والنهائي. أكيد طبعا التفاصيل الصغيرة مهمة جدا في المباريات الحاسمة نشتغل عليه، والراجل الحمد لله ماشي كويس، والراجل زي ما قلت مكسب للنادي الأهلي، أنا عاجبني جدا شخصيته وأدائه مع الفريق سما وهدوءه في التعامل، وزي ما قلت برضو الراجل ده مش فرحان إن هو موجود جوه النادي الأهلي، الراجل بيبحث عن مجد ويبحث عن كتابة التاريخ للنادي الأهلي ولنفسه طبعا، فأنا أتمنى له التوفيق بإذن الله في قادم المباريات بإذن الله. يعني إن شاء الله كابتن وائل جمعة نجم الأهلي السابق منتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني مداخلة مهمة ورسائل مهمة للجهاز الفني وأيضا للاعبي النادي الأهلي. كابتن أحمد أخيرا بقى عشان نقفل حتة أفريقيا دي، يعني صعد فرقتين من مصر وفرقتين من المغرب، يعني الكرة دلوقتي المسيطرة عليها هي شمال أفريقيا، شايف المواجهات بقى الأربعة إزاي؟ المواجهات صعبة، يعني أنا عايز أقول لك مواجهة الأهلي هتبقى صعبة، لأن خلي بالك الفرقة اللي لعبها الأهلي وصلت نهائي السنة اللي فاتت وفي نفس الوقت طلعت بفعل فاعل، يعني كانت في مشكلة في الماتش، واخدت بطولة أفريقيا كمان على ما أعتقد 2017 يعني بالظبط رجلها في المباراة النهائية بالظبط، فالماتش الأهلي ميزته إن هو الماتش الأولاني هو بره والماتش هنا هيبقى يساعد الأهلي أكتر إن هو يعني يبقى مع جمهوره في ملعبه تساعده، الأهلي في ملعبه بيبقى مختلف خالص.
انا عايز بس الحته فنيا من وجهه نظري الشخصيه يعني ان اجاييه ايوه هو ضروري انه يلعب راس حربه، هو الراس حربه رقم واحد في النادي الاهلي. الشكل بيختلف لانه هو التكتيك الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي بيختلف تماما. بتدي حريه للمساحات لان اجاييه في تحركات لا مركزيه كتير جدا بشحات، وكانت بتساعد رمضان قبل ما يتعور ووليد سليمان وقفشه ان يشتغلوا في ظهره. حته راس حربه المحطه عند النادي الاهلي لا يعني في الشكل الهجومي ما بتبقاش نمره واحد. خلي بالك في مباريات محتاجه كده وكده، خاصه انك انت الفتره الجايه في ضغطة ماتشات كتير، هتحتاج مروان محسن، هتحتاج بادجي، وهتحتاج اجاي كمان، هتحتاج كل اللعيبه خلال الفتره الجايه. عايز اخدك بقى لنقطه مهمه جدا، قطاعات الناشئين. كابتن احمد سامي يعني ابتداها من تحت، ابتداها من قطاعات الناشئين، خاصه كمان في قطاع الناشئين في طلائع الجيش ما شاء الله، كمان كنت ماسك شباب طلائع الجيش وتعامل معاهم نتائج مميزه. شايف قطاعات الناشئين ازاي في مصر يا كابتن احمد؟ بص، ناقصها حاجات كتير طبعا يعني. احنا برضو عندنا مشكله كبيره جدا، نمره واحد حته ان اللعيب يبطل ويمسك قطاع الناشئ مدرب يعني بتبقى مشكله كبيره جدا في حته تطوير اداء اللعيبه. وانت عايز من اللعيب ايه؟ انا قعدت فتره ماسك فرقه الشباب. فرقه الشباب هي وظيفتها ان انت بتعيد تاهيل اللعيب نفسيا وبدنيا وتكتيك، يبقى عنده ثقافه كرويه جدا في خلال طرق معينه ان يعني انت تاهله يلعب درجه اولى. هو ده وظيفتك الاساسيه ان هو يلعب درجه اولى، مش وظيفتك تاخد بطوله. تمام. انا بشوف حتى على مستوى السن الصغير لغايه، سيبك من لغايه حدود الشباب، وانا هكلمك في الشباب من السن الصغير لغايه فوق. قصدك على المراعي؟ من فوق بقى البطولات اللي هي بتاعت الناشئين الاشبال الصغيره، بيركزين على الاجسام ومركزين على، مش مركزين على طريقه المينتاليتي بتاع اللعيب. لا خالص، مش مركزين ان انا اخد بطوله. كل مدرب خايف ان هو يمشي فيروح واخد بطوله ويقول لك ايه ده شغال كويس. لا مش شغال كويس، ويبدا يروح لحتت عايز واحد جسم، ممكن بالزبط. واحد ورا ومش سليم مسنن. عشان اخد البطوله في الاخر، وبياخد خلي بالك مكان على حساب اللعيب اللي كويس. وخلي بالك لو المدرب ما بيشتغل من خلال استراتيجيه في مدير قطاع بيشتغل بيها. يعني ايه مدير قطاع بيشتغل بيها؟ يعني انا دلوقتي انا موحد الطريقه كويس. موحد حتى الـ 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 مش الطريقه كمان، التكتيك بتاع الفرق. يعني قصدك تربط الفريق الاول بقطاع الناشئين ولا بقطاع الناشئين بس؟ انا بكلمك من تحت. يعني التكتيك بتاع اللعيبه، انت عايز لعيب الكوره بتشتغل استحواذ، فانت عايز نوعيه معينه، منتاليتي معين، فانت ازاي هتطور من اداء اللعيبه دي عشان تشتغل في السنين الاكبر. تمام. وفي نفس الوقت انت في بسرعه كده الشباب، لا الشباب انت مطالب كمدرب وكان راجل المسؤول عن الاشراف على المدرب ان هو يبقى متداخل جدا مع المدرب. لان المدرب، مشكله المدربين، انت المفروض المدرب بيبقى يعني عايز اقول لك ان يعني هو بيبقى مدرب كبير، مش عايز يبقى في فصل ما بين مدرب الشباب ومدرب الفريق الاول. بالزبط. يعني لازم يبقى في تقارب، ولازم حتى انا لما رحت في بايرن ميونخ الفريق الاول بيتمرن فريق الشباب في الملعب اللي جنبه. بالظبط، ونفس الفكر ونفس نفس الطريقه، وحتى اسلوب التدريب اسلوب التدريب بيشتغل بيه ده من خلال برضو ايه، مش عايز اقول لك ان المدرب الدرجه الاولى هيبقى فاضي ان هو يعني لا، من خلال مساعدينه من خلال مساعدينه هو بيشوله، بيشوفوا فكره عامل ازاي على اساس ان لو حصل شورت في الدرجه الاولى من اللعيبه يبقى موجود تحت تقدر تجيب واحد عارف هو الدرجه الاولى بيشتغلوا ازاي. لكن انت بتجيب لعيب بتروح مطلعه درجه اولى يتمرن، عقبال الخضة ما تروح يكون سنه عدى مشي راح فرقه ثانيه تعلق، يعرف طريقه اللعب كمان لما يدخل في طريقه اللعب. الموضوع معقد بس احنا مش شغالين صح وما بستثنيش حد عشان تبقى برضو ايه كلمه كده يعني ايه. طب انت قلت نقطه مهمه، قلت النهارده لعيب كره بيكون مبطل ثاني يوم بيمسكوه فرقه. هل الاخطر ان يمسك فرقه زي الشباب ولا فرقه كبيره؟ ده انا دلوقتي ممكن يكون مبطل ويمسك البراعم. يعني انت النهارده لما بتبني وبتاسس الاساس ده لازم بصح البراعم بقى الصغيرين 10 سنين 9 سنين بتلاقيه ماسك. مش البراعم ما بيشتغلش مدرب بيشتغل منفذ للفكر بتاع الراجل المشرف على الـ السن ده او البراعم بيشغل باستراتيجيه معينه يعني في اليات للتنفيذ الشغل ده، بيبقى هو منفذ بس مش مبتكر. الابتكار ده لما يكون مدرب كبير مثلا ماسك فرقه شباب ليه اسم معين، تجاربه معينه، دراساته معينه، فانت بتديله الحريه ان يقدر يطور من اداء اللعيب. لكن تحت
المفروض ما يبقاش مدرب، يبقى اسمه منفذ. مهما كان اسمه في كان لعيب كوره، موضوع معلم. مختلف تمام يعني، او معلم يعني بينقل خبره. بس خلي بالك انت حته ان انت كنت لعيب كوره ودي حاجه مهمه جدا، انت تبقى مدرب كويس. بس مش شرط انت بتستفاد من ان انت كنت لعيب كوره نجم. اولا اللعيبه بتحبك، بتقرب منك، زائد انت بتعرف تتعامل مع اللعيبه غير لما يكون واحد ما لعبش كوره وبيشتغل مدرب. دي بتفرق معاك، لكن من الناحيه العلميه لا ما بتفرقش معاك، انت بتتحول ان انت بتدرس. تمام. عندنا وانت طبعا يعني مرنت في قطاعات الناشئين في طلائع الجيش، وكان في ليك فتره كبيره. عندنا مواهب في مصر في قطاعات الناشئين؟ طبعا عندنا مواهب، بس عايزه تشال التراب من عليها. ما انت بيجي لك خام، ما انت ما بتحفر في الارض، مش بتطلع بترول. البترول ده بيبقى منه بنزين، منه جاز، منه بعد كده. فانت انت لازم الخامه دي لازم انت تشكلها بالطريقه الصح عشان تستفاد منها الدرجه الاولى. انت بيجي لك زي ما يكون بيجي لك حاجه بيلاقيها ببلاش، النادي بيلاقي الشباب ده ببلاش. في منهم بيشتريهم بس مش مبالغ قليله. لازم تستفاد منهم. بتلاقي مره لعيب، وانت شفت ابناء الاهلي من الناشئين ارقام فلكيه. بيوصلوا ارقام فلكيه. فانت مطالب ان انت نمره واحد تحسن مرتبات مدربين قطاع الناشئين. نمره واحد عشان تجيب مدربين كويسين. تمام. يا اما هتفضل كده. انا بكلمك عموما في مصر يعني. يعني لازم الاهتمام مش بالفريق الاول بس، ده انت عشان اسعار كمان مدربين، يبقى القاعده بتاعتك تهتم بالمدرب من تحت. بالظبط، لان المدرب ده لما بياخد مرتب كويس وهو مدرب كبير هيجي يشتغل معاك تحت في قطاع الناشئين. انت هتستفاد منه ايه؟ هتستفاد لعيب ب 150,000 150 مليون جنيه، لعيب ب 200 مليون جنيه، لعيب هيحترف بره. فانت عندك كنز يوفر عليك مبالغ كبيره. بالظبط. وانت مثلا بالخصوص كنادي الاهلي، انت حاجه مغناطيس، كل الناس عايزه تيجي نادي الاهلي. فانت عندك المواهب نمره واحد، اي واحد بيفكر عايز يروح نادي الاهلي. فانت عندك بس انت ما عندكش، انا من وجهه نظري الشخصيه مفيش تطوير قوي في حته قطاع، كله بيبص على فوق ما بيبصش على تحت. حتى لو بتبص على تحت بس بتبص على تحت من خلال امكانيات محدوده. مش امكانيات كبيره. انت لما تتكلم على مين اكبر نادي في مصر، هو نادي الاهلي. نادي الاهلي مفروض يبقى توتال، يعني ما تاخدش الموضوع ايه درجه اولى بس، تاخد درجه اولى وقطاع ناشئين. طب ايه رايك وانت بتتكلم عن الفريق بالنادي الاهلي؟ عايز اخدك لنقطه اخيرا. نقطه مهمه جدا واسمع رايك فيها، حته الاعارات اللي تمت بقى لها حوالي سنتين او ثلاثه، بنشوف في نادي الجونه احمد ياسر ريان وغيره من اللعيبه، بنشوف عمار حمدي في طلائع الجيش، بنشوف محمد عبد المنعم مساك بيروح سموحه. نادي الاهلي بدا يتجه للاعارات، الهدف استثماري بتاخد مقابل مادي من على اللعيبه انها بيتم اعارتها، والهدف الثاني الاهم هو فني. النهارده زي عمار حمدي لما بيروح وكان بيشارك مع الاتحاد السكندري وبيقدم مستوى رائع، بيرجع لك مره ثانيه. طبعا انا مع الاعارات، بس الاعارات دي محدوده بسن معين، يعني انت من 18 19 الفرقه الشباب. لكن انا بكلمك على القاعده اللي تحت اللي بتفرز لك الحاجات دي. تمام. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. الله يخليك، متشكرين جدا وسام، وانا استمتعت بالحوار معاك النهارده. حبيبي ربنا يخليك يا وسام. في نهايه حلقتنا النهارده بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني، الكابتن احمد سامي نجم الاهلي سامي، اللي استمتعنا كلنا براه، سواء تحليل مباراه الاهلي وصن داونز او كمان رؤيته لقطاعات الناشئين في مصر. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.